زي ما قلت لكم من شويه الداخليه كمان كان قدر يعمل لنفسه شكل عظيم جدا في الدوري الممتاز في الفترات اللي لعب فيها في الدوري الممتاز، غاب 3 مواسم ويرجع تاني الداخليه الفريق اللي كان دايما مبارياته كبيره في الدوري الممتاز، حتى مع فرق الكبيره فرق القمه الاهلي والزمالك كان دايما بيحقق نتائج كبيره جدا ونتائج مهمه سواء بالانتصارات او بالتعادلات. مره اخرى الداخليه في الدوري الممتاز معانا عبر الهاتف سياده اللواء عثمان دسوقي المشرف على الكره بنادي الداخليه. مليون مبروك يا فندم التاهل المستحق للدوري الممتاز، تاهل مبكر للدوري الممتاز. الله يخليك، كل يعني كل سنه وانتم طيبين طبعا. وحضرتك طيب وبخير. والحمد لله ربنا كان موفقنا يعني السنه دي، ويمكن حضرتك لو تتذكر السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها احنا كنا وصلنا لغايه اخر مباراه ان احنا نصعد، بس ربنا ما عرفش يعني. انما الحمد لله السنه دي التوفيق كان معانا وربنا كرمنا طبعا، ده اخلاص اللاعبين واخلاص الجهاز واخلاص الاخوه المعاونين لينا كلنا، فالحمد لله ربنا وفقنا يعني. الحمد لله. التأهل المبكر أو التأهل اللي قبل من نهاية المسابقة بفترة، ده تأهل كان محسوب واضح جدا. الداخلية من أول يوم من أول مباراة في الدوري كان بيقدم مباريات كبيرة وبيحقق نتائج كبيرة جدا، وكان واضح جدا أن الأمور مستقرة. إزاي وصلتوا للمرحلة دي أنك تعملوا فريق ثابت على الأرض بيحقق الانتصارات في معظم المباريات؟ طبعا حضرتك إحنا يعني يمكن من ساعه لما نزلنا من الدوري الممتاز السنه اللي فاتت حاولنا ان احنا ما نستغناش عن بعض اللاعبين المؤثرين في الفرقه يعني، فحافظنا على قوام الفرقه. فعشان كده السنه اللي فاتت احنا وصلنا لغايه اخر مباراه بننافس مع فريق سيراميكا مين اللي يصعد فينا. برضه جينا السنه اللي فاتت بننافس لغايه اخر مباراه مع فريق كوكولا اللي هو فيوتشر دلوقتي ان احنا برضه نصعد، وما حصلش نصيب. فكان لازم من بدايه الموسم كان اتفقنا مع الكابتن سيد عيد والجهاز المعاون ان احنا عايزين نخلص، ان احنا يعني الامور تبقى واضحه بدري. فربنا كرمنا الحمد لله، احنا دلوقتي فاضل 4 مباريات يعني ب 12 نقطه. احنا سابقين نادي بتروجيت اللي هو الثاني لينا ب 12 نقطه. صحيح. حتى لو خسرنا احنا ال4 ماتشات الجايين وبتروجيت كسب ال4، احنا برضه نسهر لدى المواجهات المباشره بيننا وبين بعض احنا افضل. مظبوط. فبالتالي يعني توفيق ربنا كان كرمنا، واللعيبه اخلصت جدا. يمكن التمرينات كانت يوميا تمرينات في عز الشمس، اللي برضه الجهاز بذل جهد جامد جدا. يمكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان من الصعب جدا ان تلاقي يعني لعيب بيلعب ولعيب ما بيلعبش الاثنين عندهم نفس الاصرار ونفس العزيمه انه يحب المدرب بتاعه. فدي يمكن ميزه عند كابتن سيد عيد، ان اللي بيلعب واللي ما بيلعبش بيحبه، فدي كانت حاجه طيبه يعني. وده يخليني اسالك السؤال اللي انا كنت سالته للمدير الفني الفريق اسوان كابتن بيبو، هل ستبقي على المدير الفني او ستبقي الاداره على المدير الفني كابتن سيد عيد في الدوري الممتاز، ولا زي بعض الادارات اللي بتغير مع الصعود للدوري الممتاز؟ برضه انا هقول لحضرتك اللي طبعا يبقى يعني من حق كابتن سيد عيد ان هو يستمر معانا. هو انا طبعا هنقعد معاه، لجنه الكوره هتقعد معاه ونشوف طلباته ايه. ان الحاجه دي مناسبه لظروف النادي، لظروف امكانياتنا سواء الماديه او الفنيه، فان شاء الله طبعا هو هيكون افضل من غيره، لان من حقه ان هو يستمر معانا. هو راجل محترم جدا، راجل بيخاف ربنا جامد جدا. يمكن الحاجات النفسيه او دي بتاثر على لعيب الكوره اكتر من الحاجات الفنيه طبعا. هو نفسيا بيعامل لعيبه بكل احترام وبكل ادب، بيعامل اللعيب اللي ما بيلعبش زي اللعيب اللي بيلعب، فكانت حاجه طيبه الحمد لله. صحيح. وطبعا لو في لازم اي نجاح يبقى لازم في بعض الاختلافات. الاختلافات دي بتبقى طالما لصالح العام ما فيش اشكال فيها. طالما النيه خالصه يعني لوجه ربنا، فربنا بيوفق يعني. صحيح. طبعا الحمد لله انا بشكره وبارك له وبارك للجهاز الفني والجهاز الاداري واعضاء النادي كلهم، والحمد لله ربنا كرمنا. مليون مبروك يا فندم تاهل الداخليه المستحق سياده اللواء عثمان دسوقي المشرف العام على الكره بنادي الداخليه الذي صعد اليوم رسميا الى الدوري المصري الممتاز.